إذا قيل لك هل الشرك ظلم؟ فقل نعم، إنه أعظم الظلم. قال الله عز وجل عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله اللائق به، وهذا المشرك قد وضع العبادة في غير محلها، بل إنه قابل إحسان الله بهذه الإساءة. وأعظم إساءة وأعظم سيئة هي سيئة الشرك.